انا وخيري و بتكلم او بتطور نفسها من خلال مشاهده الافلام. انا بعتبر ده مش وحش بس هو قاصر. لازم المخرج او المخرجه يطور نفسهم من خلال او عبر الادب، سواء كان روايه او شعر، الفن التشكيلي. يعني مثلا لسه كنت بحكي ان في زماننا في الستينيات انك انت ما عندكش علاقه مع الفنانين التشكيليين وما بتروحش معارض. طبعا في الزمن ده الستينيات كان معارض الفن التشكيلي شائعه جدا، والفنانين التشكيليين في مصر كانوا اقدر اقول سوبر ستار زي المغنيين وزي الممثلين. للاسف ده مش موجود دلوقتي. نادرا يعني زمان اللي الجزار نجي في الأطول. الاسماء دي سيدي كار مش عارف الاسماء دي كانت يعني فعلا احنا كناس دخلت السينما ان يعملوا معرض وما نروحوش او ما نعرفش اعمالهم يعتبر قصور. قصور مش بس في المعرفه، في التعلم. فإذا لما حد يقول مثلا ساعات انت تكوينك حلو، يعني ايه تكوينك حلو؟ احنا هقول مصدر اخر للتعلم، الفن التشكيلي. لو انا ما بشوفش لوحات وعبر تاريخ الفن اعرف ايه الانطباعيه والتاثيريه، ايه الكلاسيكيه، ايه الواقعيه، ايه التكعبيه، ايه الداديه، ايه السرياليه، انا ما اعرفش ده خالص. ازاي انا هعمل سينما؟ يعني زي عينيا هتكون كادر. ما ده كله مرتبط بالفن التشكيلي. نفس الوضع الموسيقى، المسرح، ما هي المسرح اصل الدراما. حد يجهل المسرح هيجهل الدراما، لازم مفيش فيلم. فهي دي كلها مصادر. انا بالنسبه لي باخد إحيائي اللي فاتح الموبايل يا جماعه. اتكلم عن نفسي ازاي اتشكل وكما ارى العالم حواليا. يعني اتشكل واحد من اعظم صناع السينما في العالم، وعمل يعني افلام ظلت بطول الشيوعيه ايام الفارسيه، لكن هو مش شيوعي. انا بقول ان في حاجه يعني اقوى من كلمه يساري. ويعني انا ما بحبش استخدم الفاظ والوقت ده دوجماتيك قوي، دوجما يعني يفكر بشكل كمان حاد ومدرسي، يا اما كده يا اما كده. انا بفضل بدون ما تكون عايمه انساني. والانساني هنا هي انحياز فيها رائحه من الفكر اليساري او الفكر الاشتراكي. يعني بمعنى ان تشابلن منحاز للفقراء، ده دي السنه بتاعته. فانا مثلا كان عندي تلميذة في المعهد بتحتقر الفقراء، اي حد فقير بتحتقره. فانا استغربت، فانا كان شغلي معاها مش انا اعلمها دلوقتي ازاي يعني اعلمها من مشاكل طبقيه حاده. طب زي احنا المخرجه انت ما عندكش اي حنان للبشر. هي يعني مش حكايه فقير ولا غني، بس هو حكايه ان الانسان لازم يبقى عنده احساس بالاخر واحساس بالحد محتاج، حد فقير، حد مريض، حد عجوز، حد يعني كل ده. لو المخرج او المخرجه ما عندهاش اي انحياز انساني، ده استحاله بالنسبه لي للمخرج. هو استحاله يبقى عنده بينمي او يطور هو يخسر العالم. العالم الانحياز فيه هو ده،
احنا اللي بنشوف حوالينا لان في ظلم دايما باشا راسماليه، لكن هي الراسماليه مش في المطلق سيئه، بس هي بشع وبشع. فلازم عندنا الوعي ده لما نشوف التاريخ هيقولنا ببساطه. يعني انا هقول لك بقى المصادر باختصار عشان الوقت.